واخيرا الاخوان وصلنا لمدينه اكادير وحده دابا واحد السيد اللي توحشتو بزاف مسيو الضلات ترن الله يهلك واش انت كنرجع تخدعنا يا كنرجعنا تخدعنا السلام عليكم الاخوان مرحبا بكم في هذه الصوريات هادو المهم اللي غادي يقولوا لكم هو اننا دوزنا تقريبا واحد شهرين في هذه اندونيسيا حسان شهرين الخوت شهرين والله الا صافي اشتقنا للمغرب ولكن بيني وبينك واش دازت دغيا ولا لا وافوي لا لا والله الا انا دغيا دازت عندي اي لا فوي انت الله يهلك اصاحبي واخا خلينا نقعد نستل جوج واه شوفو ديباني واش داز دغيا ولا داز ثقيله والله الا شهرين دابا والله الا داز بحال ساعه في الجحيم بره كيفاش ساعه في الجحيم واه حق الله العظيم شوف لا بلا نفاق بلا ما نزوق الهضره والله اخويا الا دوزناها بحال الا دوزتيها في العافيه لا كاين ما احسن الله يهديك اي استمتعتي كدا عادي ولكن المغرب هي بقى داكشي ما نكذبوش على راسي المهم انا جاتني ود حسام امو لافي جاتني بحال دوز تقريبا شهر يعني شهر واك واك ما كيدير ديريها واك واك انت شوف غنبحك من الطياره شوف انا ديجا كنت خدام مع الهوار فهمتي البلان كيدير ايه الله الا قال لي واحد اللي قاوري شتي نتوما عايشين في الجنه وما عارفينش فين المغرب زعما ايه والله والله ماشي واحد اللي قال عليها قالوا عليا بزاف ديال الهوار لا هادشي هذا لا ونكيروه شوف اشتاقوا الى المغرب حتى انا اشتاقوا الى المغرب خبزه امي خبزه امي لو براده امي شوف ما نكذبوش على راسي والله حق ربي الا الا كان قلت انا كنهضر لك على راسي والله الا ديما كنفكر انا غير هذوك الاحياء ديالنا وكذا وتخيل صاحبي انت شهرين ونص ما واكل الخبز عيب والله العظيم والله واكل الخبز فين هي البصره فين وبدا انا هذا دابا مسيدي باني بطبيعه الحال الاخوان حنا دوزنا شهرين في هذه البلاد السعيده وضروري بطبيعه الحال فاش غادي نرجعوا للمغرب نجيبوا معايا نجيبوا معنا شويه ديال الهدايا ربما للدار ضروري ديجا الاخوان انا تقديت ديباني تقديت هذا البارح نعس غلب عليه النعاس كيفاش تقديت قلت تقدى هذا كنفيقوا فيه البارح ما بغاش يفيق اليوم خاص تقدى لا 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 شي يمشي نتقدى صافي الله يسخر دابا غنوريهم مسي ديباني داكشي اللي تقدينا انا وياه للمارين الدار باش يشوفوا الهدايا هي الله يسخر صافي نبداو بك انت الاول انا انا تقديت للوالده زيد للوالي لبنتي لولدي لامهم صافي صافي داكشي اللي عندك صافي داكشي الجره ديالك انت رخيفه هذا راه عندهم 40 رامي في الدار هذا عادي شحال خصك تقدا او انا راه داكشي علاش خصني الوقت ايه مشكله راه بقى 24 ساعه ولكن اسمح لي يا اخي انا راه هذا سميتو تريب راه انا ماشي سياحه والاغلبيه انا هذوك اللي عرف كيسافروا وما كيقول لك حتى السلام عليكم الا جا ويجيب لك حتى قرطاس ديال الشمع والاخر ولا شكلاطه كاع ولا شكلاطه وانا غادي نجيب ليك اصلا انا راه ما عنديش دوك الفلوس انا راه غرق ديبانيت القضيه باش نشري داكشي صافي الله يسخر نشوفوا الديباراج ديالك دابا الحكومه هادو بلاتي نبدا بالبنت هي اللي ولا بنتي بنتي اي قالت لي شري لي هادو لي بيجو شنو هاد لي بيجو هادو اه دوك اي هادو اللي خصتي فيهم البارح 400000 مصيبه بحال العار صافي ما فكرتش لا لا علي ذكر لي اثمنه صافي اثمنه بلاش رجوع ولا بلاش ادي بلاش بلاش لا الله يرحم ليك الوالدي ما تقصيره ما تقصيره المهم هذا شو سميتو التيتانيوم التيتانيوم اي المهم هذا بحال البلاكير ديالهم ولكن زوين فهمتي وصلتي هاد الدبيل جات وهادو حيت انا دابا كنعدل بين البنت وما فهمتي فعديلو وحده جوج ديال هادي جوج والخواتم ديال هاديك ديال المراه وهادو السلسلات ديال البنت فهمتي الله يسخر ها البنت دابا فكيتيها مازال ما فكيتها مازال ويلي هي راه البنت هذيك راه البنت هي وصلتي هاد اللبسه المهم بنتي دابا هادي الا كنتي كتفرج في هاد السطوري هذا راه هادي غير لقاها لقيتها ملي كنطلب صافي البنيه دابا فكيتي معاها اي عادي هي الاول شريت ليه واحد هذيك واحد البارطيه اي بيتون الخبيه ما شحال هذيك البارطيه اش كيقول بحال اونسومبل سيرفيت سيرفيت مع هذاك الشيء وما تقديش ليه خواتي لا كنضحك معاك صافي هادي الدري ديري هلا قبيه بوحدها كي درتي ليها راه قال لي هو يشري لي الدبابه راه باقي غادي يشري لي الدبابه والفردي هادو البزاطم هادو ماشي البسطاء هذا اش غادي بلاتي 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 تسنى نوريك ديالاش هذاك دابا الاخوان غادي يوريكم كيفاش كيتلبس الحجاب ديال هاد الناس هادو بطبيعه الحال عنده واحد الحجاب اكسبسيونيل انتي هذا ديال العيالات ديال انا عارف بغيت نوري الناس كي غادي يجي هذا الحجاب ديالو لا الحطه هذه ديال من ديال الوالده باش بقات تصلي هي اصلا كتصلي غير باش زعما حيت هي قالت لي او هي مسكينه قالت لي غير الله يجيبكم اولادي على خير وبخير بعد المهم الخبز بعض الفصيل تشوفوا دي باني سلام على هذا هو الاخوان كيتلبس الحجاب ديال اندونيسيا دور كيفاش دور بالك ندير عاد الازياء وهو صافي ارسم حل هذا الشيء والله الا جمعك والله
والله الا جمعت فيه دو بياس هو كيتلبس الصايه لتحت وابخي كتلبس فوق منه داك الحجاب اللي الزيف فيه انتيغري عرفتي علاش اخا حيت العيالات وكذا كيبوصلوا ما يبانش فيهم يديهم ورجليهم فهمتي ولكن راه زوين راه داك الشيء قالت لي الوالده جبت ديال الوالده والخوادريه كاع فهمتي واحد صاحبي زكريا حتى هو جبتو ليه صافي داك الشيء اللي فقديتي دابا نتايا صافي وديت لهم ديمو فهمتي ديت لهم فيهم عرفتي واخا انت علاه اليوم ما كاينش في المغرب صاحبي باسطا لا لا انت راه عارف الدراري خص حاجه جديده وكذا تفرح الدراري راه غير لك واحد الحاجه راه غير الفرحه ديال الدراري اللي شفتيها في وجههم وضحكين راه هذاك هو الفضلانه عندي أيوه. انا ما بيت راسي والو راه شتي واش تخديت انا شي حاجه راسي ما تهدم والله اسيدي ما تقدينا كاملين شي حاجه راسي والله ولكن نهار الفرحه شوف انا هذه ما غاديش نسكت عليها هذه ما غاديش نسكت عليها كاين واحد الخوت في التحت كيدير كلشي بخمسه دراهم خدا عنده هادو ما غاديش نكذب المهم خمسه دراهم باش خدا يقول لهم لا راه اوريجينال ولا وتخيلوا معايا هذه الريحه والله ما فيها الريحه ما كاين ما فيهاش الريحه فيها ريحه لاكول واصلا كاع دير 5 درهم اي والله الا ريحه واعره اجبل وما تهدمش طوالي تحس منها هادشي اللي تقدام سيدي باي ما ينطر وبغيت نقول لك واحد الحاجه قدا هذا راه بنادم هو راه ماشي في القيمه ديال الفلوس في قيمه انك جبتي ليه الحاجه وفرحتيه صافي جبتي ليه الريحه ديال 5 درهم عادي داكشي فهمتي انت بنادم راه القلب اذا كان عامر وشبعان ما يهمكش المال اش بان لك هذا الهضره اللي كيقول سميتها اكل الادمغه فعلا هذا باغي يخرج راسه وكيعمر الشوارج سلام حتى هو كان عمر الشوارج لا عندك ما كانش لا كان عمر الشوارج اجي تشوف الناس اللي كيتقداو ازيدي لا ازيدي ما تحشمش بارك الله بارك الله الا نست لا الا نست ولكن اش بان لكم الاخوان اقسم بالله الا ستره كل شيء راه ستر انت الله اكبر غتصلي فهمتي انت اللي تخصك الحجاب راه قلت وعدتك هاد ليبي دير لي في الحجاب واش انا واش ولا مال لا عينيك زيغه المهم الاخوان هكا كيقول الحجاب ديال الناس ديال اندونيسيا ايوا حسب لا نيست لا نيست دراري والله جيت انا خلينا صافي وبالنسبه للاخوان الضله كيف ما كتشوفوا خديت لي هذه الصندله هذه صندله ميديكال ناديه ديال بصح الخوت رطبه راه هذه البراند هذه سميتها هذه البراند هذه راه معروفه المهم الاخوان الناضيه عجبتني زعما حيت الوالد هو اللي جا كيعاني الاخوان من المشكل تحت الترجلين فيه مصبر كيف فداك الشيء علاش غادي هذه سميتها سكيشرز دايره 30000 ريال وبطبيعه الحال الاخوان انا ما تقديت لراسي حتى حاجه وبطبيعه الحال حتى ديباني وواحد القضيه اللي تقديت اخرى لقيتها رخيصه اللي هي هذه كيف ما كتشوفوا الناس اللي عندهم مع التصوير وداك الشيء راه غادي يكونوا عارفينها الاخر ديال جو برو 12 باكم بوا الاخوان كيف ما كتشوفوا فيها بوسيطه الميكرو اللي كانت ديما كيديروجي من ناحيه الصوت واحد الريموت الاخوان اللي واعر كيف ما كتشوفوا المهم الجو برو 12 يا سلام الخوت ان شاء الله غتوليو تشوفوا لي فلوغ بواحد الكاليتي اللي جديده ديال بصح الاخوان نسيت ما قلت لكم واحد القضيه جبت واحد الحاجه اخرى بالاضافه للصنداله الاخوان الطلق جبت لي هذا الدواء هذا اللي سميتها بسي عسل طونغات علي هاد طونغات علي هادي شنو هما الفوائد ديالو طونغات علي خدام للرجال فوق 60 سنه يعني ايفيكاس شي حاجه الاخوان جربناه بطبيعه الحال قولي ديريكت اللي عنده الموتور عيان صافي مالك اصاحبي تزوج المهم الاخوان بعد ما شفتوا المقتنيات اللي تقدينا المالي الدار كيف ما شفتوا البارح دابا حانت اللحظه اللي غادي نودعوا فيها اندونيسيا وغادي نقولوا ليها باي باي والله الا غتوحشوا هذا الجو اللي فيه الرطوبه فعلا ولكن والله العظيم ما كاين صراحه انا الخط والله الا توحشت البلاد 100000 درجه قول لهم شنو قلتي زكريا اللي غادي تستقبلنا في المطار ديال محمد الخبيث شنو قلتي لي اليوم في لابيل قلت لي اخويا الله يرحم ليك الوالدين شيك سعادي يا الطعام واللبن خلينا من داكشي والله اخوتي الا تقهرنا بهاد الماكله ديال هاد الرز المهم الاخوان غادي نمشيو دابا للمطار ديال جاكرتا لانترناسيونال بعدا اي انترناسيونال باش نمشيو نديرو التشيكين ديالنا وداكشي ونتوكلوا على الله وشوفوا الخوت والله الا راكم عزاز والله يحفظكم والله يسهل عليكم واخيرا الخوت وصلنا للمغرب ديباني شنو هو الاحساس ديالك اخويا والله خويا كيما وعدتك راه قلت لك راه عيطت لصاحبي السي زكريا اللي كتقول لي فرستي ليا في راسي ها تحياتي كبرتي بينا الله يحفظك الخوت والله الا شوف انت مصدوم انا اقسم بالله لا مصدوم هادي ما شفت هذا المنظر هذا شهرين اصاحبي والله الخوتي ما كايناش شي في اندونيسيا والله شو الزيت الهول واو واضرب ليا واحد الحلويات ضرب ليا صاحبي على الحلويات الشهيه
تحية للمرأة المغربية فيما كانت راه عرفتي كون راه كان بشغا الطبخو كدا هادي اللي يدو عليا نضرة خايبة. المهم انت صور الحلوة صور لي المهم الاخوان بالنسبة للناس اللي يبغيو زعما شي حلوة ولا شي حاجة شي باك ديال الحلوة يا كاسي زكريا شي باك كدا مرحبا غنخلي لكم الانستغرام ديال السيدة اللي قادة ديجا هاد الحلوة هادي تبارك الله عليها ان شاء الله دابا غادي ندوزو لمرحلة التذوق. وكاينين حتى الحلاوي ديال لي زانيفيرسير والمناسبات اي كيف ما كتشوفو لي كلاص ها هما المهم من كل فنان طراب ولا لي بيتي بان واه الا ما جربتيها غادي تموت اليوم. واه يا سلام الاخوان اول عشاءنا في المغرب سيروا تزكريا الله يرحم ليك الوالدين صحه وراحه الله يكبر فيك صحه وراحه اي اي شوف ما عندك ما تقولها شوفها راه الماكله كتهضر على راسها دابا انت فاصل وانا كيفاش فوزين وانا انت تسناوني غير صورني في بحال هكا وشوفوا فيا وشوفوا فيا بحال هكا والله سيدي لو على داخل واخا ما دختو باش ما نعطيتو بكون الزور واعر واخيرا الاخوان وصلنا لمدينه اكادير وحدايا دابا واحد السيد اللي توحشتو بزاف اللي هو مسيو الدلاطر الله يهليك مالك اصاحبي وحشوم عليك واش استقبلتي اصاحبي الله يعطيك شي مشكل يا صاحبي اش هو بيتينا صاحبي شوما صاحبي خليتيني لصاحبي شهرين هادي صاحبي وانت خليتيني كنفهمني ها هو خليتيني هنا كنموت صاحبي وخليت لك اصاحبي الثلاجه عامره خليت لك بيت الخزين عامره وشهرين غادي تخوى غير في السنه صاحبي ودي الله يهديك مالك انت امزماك دابا انت غير صبر صاحبي النوبه ديال الطياره ديالنا حنايا مازال ما وصلاتش قلت لك في الاول 15 يوم ياك فهمتي ولكن النوبه ما وصلاتش حتى الدس النوبه واش انت عايز تبقى ليا والله نزيد انا من الجبل وعلاش من الطياره ولا الباك ولا الهندي الطياره واش هو غادي لا خليتي الزنزان هنايا ومشيتي صاحبي طلعتي واش هو عرفتي شحال من واحد يا صاحبي كاين في الايروبور ديال الدوحه الله يهديك اصاحبي داكشي راه بالنوبه راه ماشي اعتباطيان واش انت احمق ولا انا كنرجع انا سبعه قولي انا الطياره ولا الباكور لا ما تقلقش شهرين ونص هادي لاباس واحد شهرين ونص هادي راه جبت لك واحد الكادور غادي تشكر عليها ودا مسيو الضلا واحد الكادور اخوان كيف ما شفتوا معنا في هاد الستوريات هادو راه هادي جاكتها اليوم سميتو طومباكت علي كيفاش هاد طومباكت علي طاكوريتنا علي عصا علي عصا علي جوا لا يا ماشي ولا يا ماشي جوا صاحبي طومباكت علي عصا علي علي يا واه صدعيني حيل عندك مرحله يلاه ها انت يلاه ها حل عيني حل صاحبي شنو هادشي؟ طومباكت علي هذا هو طومباكت علي طومباكت علي ها انت دابا هذا طونقلي 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 طومباكت بحال بحال المهم تاكوريتنا علي ها هي العصا ديال علي شتيها ها واحد هي يد فيها العصا شتيها ديال بقر الدن لا شوف شوف هاد التصويره مزيان شوف التصويره نعم شوف لا شوف الوسط دابا هو الجسم ديال الانسان شوف البلاصه اللي كيستهدف هاد الطومباكت علي ولكن انت دابا خليتي انت مشى طومباك الضرب الى عاد جبتيه بعد ما دابا ما غاديش نشربو دابا ما غاديش نشربو دابا خليه مين يجربو دابا جربو لا 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 هو حتى جي طومباك نجربو فيك انت ولا ما ما ودي على الله اذا كان مزيان غنبوس ليك راسك ما كانش مزيان غنضرب صافي الله يسلمك